السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن the differences between standards, controls and calibrators. الفروقات ما بين محاليل الستاندردز والكنترولز والكاليبريتور. في الفيديو السابق تحدثنا عن جهاز الكلوريميتر أو فوتوميتر وحتى جهاز السبكتروفوتوميتر فيما يعرف بالمضيات الضوئي. تحدثنا عن مبدأ عمل الجهاز ومكوناته. سأترك لكم رابط الفيديو بالوصف في حال أردتم مشاهدته. وبالحديث عن مبدأ الجهاز فلقد تطرقنا إلى بيرز لامبرت لاو، وذكرنا أنه إذا كان لدينا محلول ملون نريد أن نعلم تركيزه بوضعه في جهاز السبكتروفوتوميتر، فإذا اعترض هذا المحلول طول موجي معين من الضوء فإن جزء من هذا الضوء سيتم امتصاصه وما تبقى سينفذ. كمية هذا الضوء الممتص يتناسب تناسب طردي مع تركيز المحلول، وهذا هو نص بيرز لامبرت لاو. ذكرنا أنه the absorbance of a solution، قيمة الامتصاص للضوء، تمام، يتناسب تناسب طردي directly proportional with the concentration، يتناسب تناسب طردي مع تركيز هذا المحلول. وأيضا ذكرنا الصيغة الرياضية لقانون بيرز لامبرت لاو، ونوهنا أنه يتم حساب أو معرفة تركيز مجهول بدلالة محلول معلوم التركيز. هذا المحلول المعلوم التركيز يطلق عليه ستاندرد. فما هو الستاندرد؟ صراحة ليتم توضيح معنى الستاندرد دعونا نشرح هذا المثال. نفترض أن لدينا ثلاثة محاليل تتدرج في التركيز، أقلها تركيزاً A ثم B ثم C أعلاها تركيزاً، وشدة التركيز لعله يوضحها شدة اللون. فإذاً A أقلها تركيز وأقلها شدة في اللون، C أعلاها تركيزاً وأعلاها شدة في اللون، تمام؟ فنفترض أنه تم قراءة هذه المحاليل على جهاز سبكتروفوتوميتر لتعطي قيمة absorbance. فمثلا المحلول A نفترض أنه أعطى قيمة 3/10، B المحلول B أعطى قيمة 9/10، بينما أعطى المحلول C قيمة أو قراءة 1.8. فإذا كان تركيز المحلول A 10 ملغرام بير ديسيلتر، فإنه بشكل طبيعي وبديهي سيكون المحلول ب تركيزه 30 ملغرام بير ديسيلتر. لماذا؟ المحلول الذي تركيزه 10 أعطى قراءة 3/10، تمام؟ بينما المحلول ب أعطى قراءة 3 أضعاف ما أعطاه A. فإذا كان الأبزوربانس يتناسب طردياً مع الكونسنتريشن، فإذا زاد قيمة أو قراءة المحلول B 3 أضعاف، فإذا لابد أن تركيزه أيضاً زاد 3 أضعاف ليكون تركيز المحلول B 30 بينما تركيز المحلول A 10، تمام. بنفس الآلية المحلول C سيكون تركيزه 60 لأنه أعطى قراءة على الجهاز ضعف ما أعطاه B. بنفس المبدأ in the same principle standard can be used. بنفس المبدأ يتم استخدام محاليل الستاندرد لنقارن، تمام، لنقارن في معها التراكيز المجهولة في العينة أو في المحلول المراد حساب تركيزه. إذن نحن نجد تركيز مجهول بدلالة معلوم. من هو المعلوم؟ هو الستاندرد، تمام؟ إذن هو الستاندرد. لنعرف الستاندرد بشكل واضح وصريح فإننا نقول standard solutions، محاليل الستاندرد. These are solutions in which the concentration of a given chemical is precisely known. هي عبارة عن محاليل كيميائية محتواها من المادة الكيميائية معلوم بدقة، precisely known.
لابد أن هذه المحاليل أن تكون تحتوي على نفس المادة المراد قياسها في العينة أو في المحلول مجهول التركيز. فإذا كنا نريد أن نقيس مستوى أو تركيز الجلوكوز في عينة بلازما، فلابد أن نستخدم ستاندرد ألا وهو محلول جلوكوز معلوم التركيز. لا يمكن أن إذا أردنا أن نقيس مستوى كوليسترول في عينة أن نحضر بالمقابل ستاندرد توتالي بروتين ليتم مقارنته. هذه المقارنة doesn't make sense، لا تعني أي شيء، تمام؟ فإذا لابد أن نقارن المثيل بالمثيل، تمام؟ المشابه بالمشابه لإله، المادة بطبقها بالمادة المطابقة لإلها، إنما الفرق أن يكون الستاندرد فقط معلوم التركيز precisely known، بينما العينة تكون مجهولة التركيز. Chemicals that are used to prepare these solutions should be analytical grade and stable. تمام، المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة هذه المحاليل الستاندردز، تمام، يجب أن تكون على مستوى عالي من الجودة وأن تكون ثابتة. ماذا يعني ثابتة؟ أي أن هذا المحلول لا يكون قابل للتبخر أو قابل لامتصاص الرطوبة، فإذا أن يكون تركيزه ثابت مثلا، إذا تبخر فإن تركيزه سيزداد، وإذا امتص رطوبة فإن تركيزه سيقل. فنحن لا نريد هذا التذبذب أو هذا التغير في التركيز، نحن نريد الثباتية. إذا كنت أن تريد أن تقارن محلول تركيزه مجهول بمحلول معلوم التركيز، فلابد على الأقل أن يكون المحلول معلوم التركيز محلول ثابت، تركيزه معلوم بدقة، محلول على جودة عالية، على درجة عالية من الجودة، وأيضا أن يكون محلول موثوق لضمان تحقيق الـ accuracy and the precision، الجودة والصحة للنتائج. وهذا ما تؤكده المعلومات في هذه الشريحة. فإذا poor standard solution cause errors. الستاندرد سوليوشن السيء أو الغير جيد أكيد رح يسبب إيرور في عملية الاستيميشن للأنون كونسنتريشن. فبالتالي لابد أن يكون هذا المحلول محضر بحذر بعناية، وأيضا أن يحقق الجودة، أن يكون على مستوى عالي من الجودة، وذلك كما ذكرنا لأن أهمية هذا المحلول المحاليل تنبع من أهميتها في تحقيق الـ accuracy and the precision للـ laboratory finding، لنتائج المختبر. بالحديث عن الـ classification of standard solutions، تصنيف المحاليل الستاندرد، فإن هناك نوعان من محاليل الستاندرد: primary standard solution و secondary standard solution. بالنسبة للبرايمري ستاندرد سوليوشن، فإن هذه المحاليل التي تدعى برايمري ستاندرد سوليوشن لابد أن تكون على درجة عالية جدا من النقاء، وتستخدم مباشرة في إيجاد التركيز المجهولة. إذن هي محاليل معلومة التركيز على درجة عالية جدا من النقاء highest purity، وبتستخدم directly for the exact measurement of substance of unknown concentration. من أمثلة هذه المحاليل الصوديوم كلورايد، الصوديوم بايكربونات، والبوتاسيوم أيودايد. ولعل هذا النوع من المحاليل هو ما يعنينا في المختبر الطبية: محاليل ثابتة، محاليل نقية جدا، معلومة التركيز، تستخدم مباشرة في إيجاد التركيز المجهولة. إذن هي المقصود بها بالستاندردز اللي بتكون موجودة بالميديكال كيتس. أما بالنسبة للسكندري ستاندرد سوليوشن، فهي محاليل يعني أقل درجة في الجودة من البرايمري ستاندرد سوليوشن. طبعا هي lower purity
أقل نقاءً ولا تستخدم مباشرة في إيجاد التركيز المجهول، إنما لابد من في البداية تحديد تركيزها باستخدام برايمري ستاندرد، ومن ثم بعد تحديد تركيزها لابد من استخدامها في الأناليتيكال بروسيجرز، يعني في تجارب الكيمياء التحليلية. ومن أمثلة هذه المحاليل النيتريك أسيد، الهيدروكلوريك أسيد، والسلفوريك أسيد. إذن هي محاليل أقل درجة في الجودة والنقاء من البرايمري ستاندرد سوليوشن، يمكن معرفة تركيزها، ولكن لابد من مقارنتها، لابد من معاملتها في البداية كأنون ومقارنتها بالبرايمري ستاندرد سوليوشن لمعرفة تركيزها. بعد معرفة تركيزها يمكن استخدامها في الاناليتيكال بروسيجرز. ذكرنا أن البرايمري ستاندرد سوليوشن لابد أن يكون على درجة عالية جدا من النقاء، أن يكون highest purity، وهو المحلول الذي يستخدم directly to measure the unknown concentration. فهناك شروط لابد أن تتحقق وتتوفر في البرايمري ستاندرد سوليوشن. إذن هو should be made of substance that are، المادة التي يصنع منها البرايمري ستاندرد سوليوشن لابد أن تتوفر فيها الشروط التالية. بداية free of impurities، حكينا إنه لازم يكون هو highest pure، نقي جدا. فإذا المادة التي يصنع منها البرايمري ستاندرد سوليوشن لازم تكون خالية من الشوائب. يجب أيضا أن تكون stable on keeping in solid state and in solution، يجب أن تكون مادة ثابتة إذا ما حفظت في الحالة الصلبة أو حتى في الحالة السائلة. ماذا يعني أن تكون مادة ثابتة؟ إذا أن تكون مثلا not hygroscopic، لا تمتص الرطوبة، وأيضا لا تتبخر مثلا على درجة حرارة الغرفة، هذا ما يقصد به بمادة استيبل. وأيضا أن تكون مادة استيبل يعني not associate or dissociate، يعني المادة هذه لا تتفاعل مع أي مكون من مكونات المحلول فتبقى ثابتة كما هي، وأيضا لا تتكسر، not dissociate، لا تتكسر ولا تتحلل فلا تختفي أو يقل تركيزها. وأيضا يجب أن تكون able to be accurately weighed or measured، يجب أن تكون يمكن قياسها، يمكن وزنها، يمكن معرفة تركيزها، the exact concentration يجب معرفته. أيضا يمكن لنقول أننا يمكن أن نستخدمه بمقارنة تركيزه مع المحاليل مجهولة التركيز وإيجادها بتطبيق بيرز لامبرت لاو. ذكرنا أن مدى جودة النتائج، مدى تحقق البريسيجن and accuracy للنتائج يعتمد على مدى جودة الستاندردز. إذن our results are only as good as the used standard، نتائجنا جيدة بمقدار جودة الستاندردز اللي بنستخدمهم. النوع الثاني من المحاليل هو الكنترولز، العينات الضابطة. ماذا يعني بالعينات الضابطة؟ هل يمكن لأخصائي المختبرات الطبية أن يعمل blinded؟ ماذا يعني يعمل blinded؟ أن يعمل وهو مغلق عينيه، أو أن يكون غير متأكد من جودة نتائجه؟ ماذا لو راود الشخص الذي يعمل بالمختبرات شك حول النتيجة التي يقدمها؟ هل هذه النتيجة صحيحة؟ إلى مدى ستكون صحيحة؟ إذن لابد أن يختبر نفسه، لابد أن يقيم نفسه بنفسه ويأخذ انطباع عن مدى جودة نتائجه. إذن هذا يعطيه انطباع ويؤثر عليه to increase confidentiality، إذن هو يكسبه ثقة. وأيضا insurance، تأكيد على أن الشغل والعمل الذي يقوم به adhere to the quality measured، على الأقل ضمن معايير الجودة وضمن الأنظمة quality control وquality assurance. At lab work we always have the most important question، في المختبر
في عمل المختبر دائما ما يراودنا هذا السؤال: Is my result accurate and represent the status of patient؟ هل النتائج صحيحة أو دقيقة وتمثل حالة المريض بشكل صحيح؟ إذا كنا نريد أن نحصل على إجابة شفافة لهذا السؤال فلابد أن نستخدم الكنترولز. الكنترولز العينات الضابطة هي من تخبرني إذا كنت أنا أحصل على نتائج accurate وتمثل وتعبر فعلا عن حالة المريض أم هي نتائج لا علاقة لها بالدقة ولا علاقة لها بالصحة أو يعني للأسف لا علاقة لها بحال المريض. فمثلا If I tested a sample for glucose concentration to get a 200 milligram per deciliter concentration. نفترض أنني قمت بفحص عينة لفحص الجلوكوز تمام وحصلت على تركيز 200 milligram per deciliter تركيز الجلوكوز في هذه العينة. وأيضا كان هناك عينة معلومة التركيز reference sample or control sample عينة مرجعية أو عينة ضابطة معلومة التركيز والشركة المصنعة لهذه العينات قالت أن مستوى الجلوكوز في هذه العينة يجب أن يكون ما بين 60 إلى 120 ملغرام بير ديسيلتر. إذا أنا قمت بفحص هذه العينة بنفس الطريقة وبنفس الظروف الذي فحصت فيها عينة المريض فحصلت على نتيجة المريض كانت 200 وإذا حصلت على نتيجة العينة الضابطة a result obtained within the given range وكانت النتيجة within the range معناها هذا this increase confidence about the result هذا يزيد من ثقتي حول النتائج. أنا حصلت على عينة المريض 200 وكنت شاكة فمررت عينة reference sample أو control sample بنفس ظروف الفحص وبنفس الطريقة عملتها واشتغلت الفحص فحصلت على نتيجة لهذه العينة تقع ضمن الرينج الصحيح. إذن هذا يزيد من ثقتي حول نتيجتي. إذن لابد أن تكون المتين اللي أنا حصلت عليها بالنسبة للسامبل هي دقيقة 100%. If a result obtained fall outside the given range يعني كان النتيجة التي حصلت عليها outside the given range يعني كانت خارج الرينج الصحيح فهذا معناها انه هناك error somewhere في خلل ممكن يكون الخلل في ال diabetic ممكن يخلل في ال instrument ممكن يكون خلل في reagent يعني whatever and wherever يكون في خلل إنما هو هناك خلل ما should be detected and then treated لابد أن يتم الكشف عنه ومعالجته. إذن الكنترول سامبلز العينات الضابطة تستخدم لتخبرني إذا كان أنا السيستم اللي بشتغل فيه اللي هو يعني الكيت والريجنس وعملية البايبتينج وعملية البيشنت ايدنتيفيكيشن والسامبل بروسيسنج والانسترومنت كاليبريشن والانسترومنت سيت اب هذا كله يعتبر سيستم. السيستم والانفايرومنت اللي أنا بشتغل فيها إذا كانت working properly or not تمام؟ من يخبرني هذا؟ الكنترول سامبلز تقول لي إذا كان البيئة أو النظام اللي أنا عم بشتغل فيه إذا كان هو تمام perfect or not. هناك شرط ذكرناه ونريد أن نكرره لنؤكد عليه أن الكواليتي كنترول سامبلز are expected to be identical and tested identically to patient samples. لابد أن تعامل عينة الكنترول نفس معاملة عينة المريض. عينة الكنترول لا تعامل معاملة خاصة. إذن إذا كنا نعامل عينة الكنترول معاملة خاصة فنحن نخدع أنفسنا. لابد من معاملتها بنفس الطريقة التي تعامل فيها أو يعمل
فيها أو يتم العمل على عينة المريض فيها، تمام؟ بنفس الطريقة، وهذا to validate precision and accuracy. إذا لحتى نؤكد على عملية الصحة والدقة، ولنتأكد 100% أن هنا أن نتائجنا ضمن إطار الكواليتي ميجرمنت والكواليتي أشورنس، ونتأكد أنه إحنا عم بنحقق البريسيجن والأكيوريسي. إذن باستخدام الكواليتي كنترولز، تمام، إحنا بنتأكد إذا كانت نتائجنا بريسايس أند أكيوريت أو لا، وباستخدام ستاندرد جيد أيضا إحنا بنكون عم بنحقق بريسيجن أند أكيوريسي. وكما أن مثلما للستاندرد تصنيفات أو أنواع، فإذا أيضا للكنترول أنواع وتصنيفات. هناك ثلاثة أنواع من الكنترول: الهاي ليفل كنترولز واللو ليفل كنترولز والنورمال ليفل كنترولز. هلأ الهاي ليفل كنترولز هو الكنترول اللي بتكون فيه التركيز عالية، تمام، تركيز الانالايتس أو البراميترز أو المواد المراد قياسها بيكون تركيزها عالية، تمام. أما اللو ليفل كنترول فهو العينة الضابطة اللي بيكون التركيز فيها قليلة، وبستخدمها لما بدي أقارنها مع عينة أنا متوقع إنه أنا عم بشتغل على هاي العينة ومتوقع إنه يكون التركيز فيها قليلة. أما بالنسبة للنورمال ليفل كنترول فهي الكنترول اللي بيكون فيها البراميترز تركيزها نورمال، وبستخدمها لحتى أقارن مع عينة expected to be normal. هلأ ممكن أنا أختصر وأصنف الكنترولز على أساس إنها نورمال وأبنورمال، تمام؟ ممكن أعتبر إنه الهاي ليفل كنترول واللو ليفل كنترول إنه على إنهم هما أبنورمال، والنورمال ليفل كنترول على إنه هو نورمال كنترول. وتقريبا هذا الأكثر شيوعا، يعني إحنا دائما بنصنف الكنترولات نورمال كنترول and أبنورمال كنترول. هلأ بالنسبة لعينات الكنترول should be used at daily basis، يعني لازم تستخدم يوميا، ويفضل مع كل run انه should be used، يعني نستخدم control. ونتائج الكنترول اللي احنا عم بنجمعها يوم بيوم should be plotted على ليفي جينينج chart، بنعملها بلوتينج على تشارت ليفي جينينج. وطبعا من هذه القيم احنا بنحسب ستاندرد ديفيشن، وبنعمل طبعا بنجيب المين وبنحدد القيم اللي هي البلس ماينس 1 اس دي، بلس ماينس 2 اس دي، وبلس ماينس 3 اس دي، وبنعمل بلوتينج ورسم، وبنشوف النتائج اذا كان فيها ترند او اذا كان فيها مشكلة معينة، إذا كان فيها distribution وصلت مثلاً 3SD. كل هاي الشغلات طبعاً تعطيني impact أو حتى كمان يعني بتعطيني توقع أو انطباع عن مدى شغلي كان دقيق أو صحيح، أو إذا كان في عندي error وممكن تحدد لي إيش نوع الإيرور اللي بيكون موجود. هلأ بالنسبة لليفي جينينج تشارت ممكن إحنا نفرد له فيديو خاص فيه ونشرح مبادئه، كيف يتم رسمه، كيف بنعمل الحسابات لحتى نعمل بلوتينج لإله، والنتائج طبعاً كيف يعني بنفسرها، إيش يعني trend، إيش يعني في shift، إيش يعني within 2SD، within 3SD. هاي شغلات ممكن نشرحها بفيديو لحاله. أما عن النوع الثالث للمحاليل الكاليبريتورز فسنتطرق إليها، ولكن دعونا في البداية نعرف مصطلح calibration. ماذا يعني calibration؟ Calibration is showing that a specific instrument or device produces outputs with an indicated restrict. هلا معناها إنه نتأكد ونفحص إذا كان الجهاز عم بيعطي output وبيعطي نتائج كما ينبغي. إذن هي عملية تشيك وضبط ومعايرة للجهاز لحتى نتأكد إنه عم بيعطيني نتائج دقيقة.
وطبعا هذه عملية الكاليبريشن لابد إنها تحدث في بداية الرن، في بداية إجراء الفحوصات. هلا الرن هو العدد من الفحوصات اللي أنا بدي مخصص لإلي بدي أعمله بفترة معينة أو بخلال مثلا النهار. فبداية الرن لابد أنه أنا أشيك على الجهاز هل هو بيعطي نتائج صحيحة أو لا، وإذا كان ما بيعطي نتائج صحيحة لابد مني أن أعمل له معايرة أو ضبط. طبعاً كيف أنا بشيك على هذا الجهاز وبتأكد إذا كان عم بيعطيني نتائج صحيحة أو لا؟ أنا هنا بستخدم كاليبريتور، محلول معلوم التركيز ومعروف القراءة اللي المفروض يعطيني إياها الجهاز باستخدام هذا المحلول، فبمرره طبعاً يعني بفوت هذا المحلول على الجهاز وبشيك أعطاني القراءة اللي لازم يعطيني إياها أو لا. هلأ أعطاني تمام، إذا الجهاز working enough good تمام. إذا كان القراءة اللي أعطاني إياها مش ولا بد، فهذا معناها إنه لابد إن أنا أضبطه أو أعايره لحتى يعني أرجع أضبط إعداداته لحتى يعطيني القراءة اللي المفروض يعطيني إياها. هيك ببساطة هذا معنى كلمة calibration. هل الكاليبريتور إلى حد ما يشبه الستاندردز؟ هلأ الستاندرد that come with a kit can be used to calibrate the instrument in one parameter. إحنا اتفقنا إنه الستاندرد هو محلول معلوم التركيز لمادة معينة، مادة واحدة على الأقل تمام. فالكاليبريتور ممكن إنه يعني ممكن إنه الستاندرد يحل محله تمام، ولكن الستاندرد بيعمل كاليبريشن للجهاز ب 1 باراميتر لانه هو عباره عن 1 سبستانس، محلول لماده واحده فقط، محلول جلوكوز، هيعمل ضبط للجهاز على تست الجلوكوز فقط تمام. فاذا المالتيبل باراميتر can be calibrated using high quality calibrator. إذا بما يختلف الستاندرد عن الكاليبريتور؟ الستاندرد مادة واحدة، محلول معلوم التركيز من مادة واحدة، أما الكاليبريتور فبيحتوي على multiple parameter، على multiple substances تمام، وهذا هو الفرق. إذا هو يعني محلول ستاندرد يعني معلوم التركيز ولكن يحتوي على أكثر من باراميتر تمام. فإذا الكاليبريتور ممكن إنه نعتبره عبارة عن ملتي باراميتر ستاندرد، ومن هذا المنطلق يمكن للكاليبريتور أن يستخدم كاستخدام الستاندرد، يعني إنه مثلا يتم يعني استخدامه خلال الرن تمام، والحصول على عدة قراءات تمام من هذه الكاليبريتورز، وبعد هيك مثلا ممكن انه نرسم ما يسمى بالكاليبريشن كيرف مثل ما هو متعارف عليه يعني بيشبه الستاندرد كيرف، ومن خلال النقاط اللي احنا عملنا لها بلوتينج للعدة قراءات اللي احنا حصلنا عليها تمام، ممكن نرسم خط، وهذا الخط نحاول انه نجيب using excel نجيب معادلة الخط المستقيم لإله، ونستخدم هذه المعادلة لإيجاد التراكيز تمام. فإذا كنا مثلا هنا مثلا هنا absorbance وهنا مثلا concentration ممكن يكون، وإحنا بنرسم calibration curve النقاط اللي إحنا استخدمناها أو اللي حصلنا عليها بقراءة عدة calibrators تمام، أو عدة تركيز من calibrators. فبعد هيك بنرسم حكينا خط مستقيم، بنحصل على معادلة الخط المستقيم على أساس إنه y هي ال concentration و x هي ال absorbance. فإذا كان عندي unknown أنا حصلت على ال absorbance لإله يعني حصلت على x، فممكن تجيبي y بالتعويض المباشر بهذه المعادلة، ولازم طبعا يعني ال r square يكون على درجة عالية من ال confidentiality وال accuracy العمل، يعني لازم تكون نسبة عالية around يعني أو belong to one تمام، على أساس إنه نكون يعني إحنا واثقين إنه الشغل صحيح. وفي نهاية المحاضرة إذا أردنا المقارنة ما بين الستاندرد والكنترولز والكاليبريتور، هلأ من ناحية الماتريكس
القوام للمحلول. الستاندرد هو عبارة عن بيور سوليوشن، وذكرنا أيضا أن من شروط الستاندرد أنه يكون هاي بيوريتي، بل يكون هايست بيوريتي، تمام؟ بالنسبة للكنترول يجب أن يكون the same matrix of sample، نفس قوام العينة، ويعامل نفس معاملة العينة، لا يعامل معاملة خاصة، تمام؟ ولعل سمعنا بأن الكنترول عبارة عن بولد بلازما أو بولد سيرم، عدة عينات، ممكن تكون مئات أو آلاف العينات من البلازما تم تجميعها ومن ثم تفريغها إلى أنابيب أو أليكوتس، وتم فحصها وضبط تركيزها بشكل جيد، ومن ثم يتم توزيعها على المختبرات على أساس أنها كنترولات. نفس الفكرة بالنسبة إذا كان سواء كان بلازما كنترول أو سيرم كنترول، يكون بولد مجمع ومن ثم معبأ أو موزع، تمام؟ أما بالنسبة للكاليبريتور، حكينا إنه لازم يكون أيضاً بيور سوليوشن، لأنه إحنا حكينا إنه الكاليبريتور هو عبارة عن ملتي باراميتر ستاندرد، تمام؟ أوكي، هلأ بالمقارنة مع البيشنت سامبل، الستاندرد هو عبارة عن a solution of the chemical to be measured، هو عبارة عن محلول من المادة المراد قياسها. ولعلنا ذكرنا أنه إذا كنا نريد فحص الجلوكوز في عينة مريض، لابد شرط أن يكون الستاندرد هو محلول جلوكوز معلوم التركيز، لا يمكن أن نستخدم مثلا محلول فركتوز أو محلول ليبيد، لا نهائيا، تمام؟ بالنسبة للكنترول، بما أنه نفس قوام العينة وذكرنا أنه ممكن يكون بولد بلازما أو بولد سيرم، ف لابد انه يحتوي على several chemicals، يعني في باراميترز كتيرة غير المادة المراد قياسها بالعينة، تمام؟ بالنسبة للكاليبريتور ممكن يكون mimic human samples وممكن يكون solutions، تمام؟ والأهم شيء انه يكون بيحتوي على multi parameter. هلأ بالنسبة للconcentration بيكون الستاندرد definite value، وأيضا الكاليبريتور بيكون definite value for each parameter، تركيز معلوم في قيمة واحدة ووحيدة. مثلا هذا الستاندرد للجلوكوز تركيزه 100 ميلي جرام بير ديسيلتر، هذا هي قيمة واحدة ووحيدة، تمام؟ أما بالنسبة للكنترول، فالكنترول دائما القيم تبعته بتيجي كرينج، يعني إحنا لازم نفحص عينة الكنترول مع عينة البيشنت أو التست، تمام؟ والنتيجة يجب أن تقع في رينج ما بين كذا إلى كذا، تمام؟ من قيمة إلى قيمة، يعني كرينج، تمام؟ ما بيعطيني إياها كقيمة محددة، تمام؟ كقيمة محددة لا يعطيني إياها هكذا. أما بالنسبة للاستخدامات، فإذا الستاندرد احنا ذكرنا انه بنستخدمه to determine unknown concentration، الكاليبريتور to adjust the instrument، وممكن ان يستخدم كبديل للستاندرد. اما بالنسبه للكنترول ذكرنا انه يستخدم to validate accuracy and precision، عشان اتاكد من انه انا accurate and precise بالنتائج اللي عم بحصل عليها. في اول item إذا قارنا ما بين أنواع المحاليل باستخدامه، كان لدينا مصطلح ماتريكس، تمام؟ لنعرف الماتريكس بشكل دقيق جدا، الماتريكس هو عبارة عن أي شيء في الباك جراوند للمحلول بخلاف المادة المراد قياسها، تمام؟ فمثلا consider a plasma sample to be tested for glucose concentration، نفترض انه في عندي عينة بلازما لمريض بدي اقيس الجلوكوز concentration فيها. هلأ كل الكومبوننت اللي موجودة في البلازما بخلاف، تمام؟ other than بخلاف الجلوكوز بنسميها matrix. اذا هي الماتريكس هو القوام او الخلفية او البيئة المحيطة بالانالايت او الباراميتر المراد قياسه. احنا بدنا نقيس جلوكوز، اذا اي شيء محيط بالجلوكوز في العينه او في المحلول، تمام، بسميه ماتريكس. فهلا
إذا يمكن صار واضح علينا إنه الـ بالنسبة للستاندرد لازم يكون بيور ماتريكس، يعني لازم يكون محلول جلوكوز صافي، تمام؟ فإذا أنا بدي أعرف إيش هي مكونات المحلول بخلاف الجلوكوز لازم يكون بيور، فقط جلوكوز، تمام؟ الكنترول لازم يكون زي السامبل لأنه هو فيه سيفيرال كيميكالز، والباراميتر هيكون الماتريكس تبعه. مثلا إذا كان في عندي الكاليبريتور لجلوكوز ومثلا ويوريا وكوليسترول نفترض، تمام، عم نفترض افتراض، فمثلا الماتريكس للكاليبريتور في هاي الحالة هيكون هو عبارة عن المحلول اللي فيه، يعني المحلول بما فيه اليوريا والكوليسترول، تمام، باستثناء الجلوكوز، هذا بنسميه ماتريكس. إذن الماتريكس هو أي شيء موجود في قوام العينة other than the analyte, other than the parameter to be measured, تمام؟ هذا هو الماتريكس. If in case of urine sample, إذا كان في عنا عينة يورين، تمام، to be tested for protein، هلأ بدنا نقيس نسبة البروتين اللي موجودة في اليورين. All component other than protein can be called the matrix. هلأ أي شيء غير البروتين اللي موجود في عينة اليورين، تمام، بسميه هو الماتريكس لهاي العينة، تمام. السامبل، تمام، ناقص الانالايت، تمام، the sample ناقص الانالايت بسميها ماتريكس، تمام، أو ممكن أسميه the background of analyte، تمام. يعني أي شيء بخلاف الانالايت، أي شيء مكون للسامبل أو للمحلول بخلاف الانالايت، بخلاف المادة المراد قياسها أو هي الباك جراوند، تمام، بسميه ماتريكس. إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لليوم، أتمنى أن تكون مفيدة أو أنها كانت مفيدة، تمام، وأتمنى أن تكونوا استمتعتم في المحاضرة. إذا كان لديكم أي ملاحظات أو أي استفسارات يمكن أن تضعوها في الملاحظات وسأجيب عليها بالطبع، ويعطيكم ألف عافية.